السلام عليكم. ان شاء الله الفيديو ده هيكون شرح هيكون في شرح كانترودكشن عام للكولومز ار سي كولومز. الفكره الاساسيه منها والبيهيفير الكولومز دي بتبقى يعني بيحصل لها فيلر ازاي وبتشتغل ازاي والديفرنت كومبوننتس بتاعتها وايه العلاقات المختلفه اللي بينهم وليه بنحط كل كومبوننت وليه بنحتاج التسليح في عمود خرسانه وليه حاجات كتير عنده زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. طبعا زي ما انا قلت في الاول ده انترودكشن، يعني معناه ان انا مش هخش في ديزاين ايكويشنز للكولومز ايا كان الستريننج اكشنز اللي عليها، ولكن هشرح بس ازاي الكولومز بتشتغل او بتبيهيف عشان يعني او ده كستيب اولانيه عشان نخش في تفاصيل الديزاين بعدين. فالفيديو ده هيكون فيه في الاول شويه كولوم بيزكس كده، الكولومز عباره عن ايه وبتشيل الستريننج اكشنز ايه وهكذا، ثم نخش على الفيلير مودز. الكولومز الار سي كولومز لما يجي يحصلها فيلير بيحصلها فيلير ازاي، والتايز اند سبايرلز زي ما هنشوف الكنات والحاجات دي احنا ليه بنحط كنات في العمود وفائدتها ايه ويعني انواعها. بعد كده هنشوف ازاي الكولومز بتتنقل من العمود من الكاميرات للسلابس للعمود وهكذا، يعني ازاي لو حابين نحسب رياكشنز بطريقه سريعه كده للكولومز اللي موجوده في مبنى نحسبها. وبعدين نخش على انواع الكولومز المختلفه. كبداية ايه اصلا العمود؟ العمود يعني لو انت تبص على حاجة من يعني المنظر العام من غير ما تخش في تفاصيل ديزاين او كده، الكولومز هو ما الا vertical member موجود بيسبورت horizontal members او inclined members، بس في الاخر هو vertical member بيشيل يعني بيشيل حاجة فوقيه عشان يودي اللودز بتاعتها للجراوند. ده اصلا لكن هتيجي نشوف بعد كده في الديزاين واقول لك برضو الكلام ده بيعملوه في الستيل ازاي، لكن هو اما بيجي يعني ده شكله. لكن في الديزاين احنا بنطلق على الكولومز الحاجه اللي عليها نورمال كبير او النورمال هو الدومينانت ستريننج اكشن اللي موجود. ده طبعا الكلمه يعني عايمه شويه يعني ايه دومينانت او كده، هنتكلم بعدين ان شاء الله بالتفصيل، ولكن اهم معلومه تبقى عارفها ان تصنيف الكولوم بالمنظر ده عمود. الناس بتقول ده عمود عشان هو حاجه فيرتيكال ممبر واقفه، لكن احنا كديزاين ما بنقولش الكولوم مش مجرد كولوم يعني حاجه واقفه. كديزاين بنقول كولوم يعني حاجه عليها نورمال دومينانت، لان ساعات بيبقى في حاجه هوريزونتال ممبر زي ما نشوف بعد كده في الفريمز وعليها نورمال دومينانت، او ساعات بيكون ممبر فيرتيكال بس عليه المومنت دومينانت. ففي الحاله دي هو ديزاين بتاعه ما بيبقاش ديزاين عمود بشكل واضح يعني. فدي معلومه مهمه جدا، حتى الناس اللي خدت ستيل هتعرف ان في الفريمز مثلا بيسموا الممبر اللي عليه كومباين نورمال اند مومنت بيم كولوم اليمنت، يعني مع ان هو مثلا ممبر واقف بس اسمه بيم كولوم، يعني ليه؟ لان هو عليه كومباين نورمال اند مومنت. فالنظرة نفسها اصلا كديزاين ما بتبقاش مجرد الممبر مايل ولا واقف ولا وهكذا. طبعا الاصل ان الكولومز العاديه لو انا ما بتكلمش على فريمز، يعني بتكلم على كولوم، يعني طبعا كلمه ما بتكلمش على فريمز يعني انا باختصار دلوقتي يعني ما عنديش حاجه تقدر تنقل او يعني الكونكشنز بين الكاميرات والعمدان تقدر تحافظ على وجود مومنت منقول من العمود للكاميرا. يعني انت شغال في ستراكشر اناليسز بتعتبر ان كان الكولومز ده هنجز، ليه؟ لان ما فيش حاجه تقدر تعمل الفيكسيشن اللي مطلوب بين الكولوم والعمود بين الكولوم والكاميرا عشان يتنقل المومنت بينه، وده طبعا هنشوفه قدام لسه. فالاصل ان الكولومز ما فيهاش الحاجه اللي تقدر تحافظ على وجود مومنت منقول ده، فالعمود في الاصل ان هو هيشيل كومبريشن فورس بس. بيتولد شويه مومنتس يا اما بسبب لو انا عامل كونكشن تنقل المومنت للعمود، او بسبب وجود اكسنتريستي على العمود. زي ايه؟ مثلا العمود بدلا من الكاميرا محطوطه كونسنتريك مع العمود، لا محطوطه متحرره شويه، فالترحيله دي بتعمل شويه اديشنال مومنت على العمود، وزي ما هنشوف بعد كده ازاي بنتعامل مع الامور دي. طبعا وجود مومنت هيؤدي ان بدل ما كان كل الستريسز اللي على القطاع نورمال ستريسز ويونيفورم نورمال ستريسز ويونيفورم نورمال كومبريشن ستريسز، بيبقى التنشن ده بيؤدي ان وجود شويه تنشن، فهتلاقي ان يا اما كومبريشن من ناحيه زياده ومن ناحيه اقل. طبعا ميلي يعني دلوقتي بنتكلم على السترين الستريسز، الموضوع بيكون معقد شويه ما بيكونش بسيط لينير يعني، او بتلاقي ان ممكن بعض الاجزاء فيه بدات تقلب تنشن لحد ما يعني ايه الموضوع بقى ايه مش مجرد الكومبريشن فورس كبيره، لا بقت كومبريشن فورس صغيره ونور ومومنت كبير، فبيبقى رايح ناحيه ان هو يبقى ميلي كاميرا يعني. ولكن الكولومز العاديه بتاعتنا زي ما قلنا ما فيهاش حاجه تحافظ على وجود مومنت او تنقل مومنت للعمود، بتبقى كومبريشن ممبرز ميلي، لان خلاص هو مين اللي كومبريشن بيبقى اكسنتريستي اللي جاي عليه، زي ما هنشوف بعد كده المينيمم اكسنتريستي بسبب مثلا ترحيله كاميرا عن عمود او حاجه، دي كلها بتبقى حاجات صغيره جدا، فمين اللي هو بيبقى كومبريشن ممبرز.
في طبعا شوية صور لعمدان موجودة، بيرز الكباري مش عارف، عمود فوقيه حتة أو كده فوقيه ستيل، ده حاجة زي رقبة عمود أو حاجة يعني، ستيل ملناش دعوة قوي. ده شكل التسليح بتاعه وده قفص التسليح. هتكلم ان ديتيل عن التسليح ده بيعملوه ازاي اصلا وايه فايدته وليه في كومبوننتس مختلفة. و برضه ده اشكال شكل ترفيس الحديد، ودي شكل الكنات قبل لما يركبوها يعني بيحطوها بعد كده بعد ما يكمل تسليح يقوم رافعها زي كده. ودي شكل الشدة الخشبية بتاعتك، طبعا زي ما الناس عارفة ان هو بيشد العمود من 3 جوانب ويركب الترفيس الحديد وبعد كده يقفل الرابع عشان يصب. دي ده الخشب الفورمة. بعد كده بعد ما بيفكه بيبدأ يحط عليه خيش مبلول عشان كيورنج والكلام ده. طب نبص دلوقتي الكولومز بتتكون من ايه؟ لو خدنا كسكشن في العمود هتلاقي بيتكون من يعني قطاع خرسانة عادي زي الكاميرات، وفي حديد حديد طولي ماشي في اتجاه الاكس بتاع العمود اللي هو الحديد اللي زي الاربع تسليخ دول اللي في الاربع كورنرز، ولسه هنتكلم بالتفصيل دول لازمتهم ايه، وحواليهم كنات زي كنات الشير برضه هنتكلم بالتفصيل لسه دول بتوع ايه، محطوطين كل سبيسنج على طول العمود. تعالى دلوقتي طب نبعد عن موضوع الكنات هنتكلم عليه بعدين، بس نفترض دلوقتي ان انت عندك العمود عبارة عن خرسانة بس وتسليح التسليح الطولي. اما يجي العمود ده يحصل له انهيار، هو العمود ده وهنفترض دلوقتي الحاجة الحالة السهلة ان العمود عليه بيور كومبريشن يعني القطاع كله بيحصل له كومبريشن بنفس السترين، هو كله نفس يعني كله يونيفورم. فما يجي يحصل انهيار، انهيار هيحصل ازاي؟ يا اما يحصل ييلدنج للكومبريشن ستيل ده اللي هو عليه كومبريشن، خلينا بس انا هوضح لك دي فوق معناها ايه، بس خلينا نتكلم ان اما يحصل ييلدنج. انا دلوقتي طبعا الكلام اللي بقوله ما هوش دقيق قوي، بس انا عايز اوصل معاك لايه، لحته يعني حته حته كده. هيحصل ييلدنج للحديد اللي هو بره ده، يا اما هيحصل كومبريشن فيلير في الخرسانه يعني يحصل كومبريشن فيلير في التسليح، او يحصل كومبريشن فيلير في الخرسانه اللي موجوده في القطاع. خلي بالك بقى هنا في حاجه، اول حاجه احنا دلوقتي بنفترض بيور كومبريشن، لو الخرسانه عشان يحصل لها فيلير بيحصل لها فيلير على سترين 0.003، وطالما ده الحديد التنشن الحديد ده حديد الكومبريشن ده حصل في بينه وبين الخرسانه سترين كومباتيبلتي لان هما مصبوبين مع بعض وفي بوند بينهم، يبقى لازم لحظه الانهيار يبقى حصل ان الاثنين فيهم نفس السترين. مين هيوصل للسترين الاول بتاع يعني، هل الخرسانه توصل للسترين الاول بتاع الفيلر ولا الحديد يوصل للسترين اليلدنج؟ لا الحديد يوصل للسترين اليلدنج، لان اليلدنج بيكون اف يلد على جاما على اي. فلو قلنا الحديد 400 وشلنا الجاما حتى اس والكلام ده 400 على 200000 يطلع لك 0.002، والخرسانه هيحصل لها فيلر على 0.03، يبقى دايما الحديد هيحصل له يلدنج الاول. يبقى الحديد هيحصل له يلدنج، هل هينهار؟ لا مش هينهار، هيكمل معاك لحد ما الخرسانه يحصل لها كومبريشن فيلر ديو تو يعني زي ما نعرف بعد كده بيحصل ليه بالظبط. يبقى دي كده اول حاجه، يبقى شرحناها قلنا الفكره عامه بعد كده دخلنا في تفصيل. طب لو في بقى حديد، لو في بقى مومنت، طب المومنت ده زي ما قلنا بيبدا يولد كومبريشن تنشن قصدي عند ناحيه التنشن، بيبدا على حسب العلاقه بين التنشن على حسب العلاقه بين الكومبريشن فورس والمومنت اللي موجود بيبدا يتولد يا اما كومبريشن صغير في ناحيه الحديد عند التنشن، يا اما بيبدا يقلب تنشن وهكذا. افترض انه قلب تنشن فممكن الفيلير يحصل بسبب ييلدنج حديد عند التنشن زي كان شبه فكره الكاميرات بالظبط. يبقى دي كده او ده تاني فيلير مود. تالت فيلير مود حاجه اسمها البوكلينج، نفس بقى فكره الستيل، ده حاجه عليها كومبريشن ممبر عليها كومبريشن فورس، فلو طولت قوي نسبيا بالنسبه لابعاد السكشن يعني العمود بيبقى اسمه سلندر كولوم، وبيحصل فيه انهيار بسبب ان القطاع كله حصل له ايه باكلنج على بعضه العمود يعني. تتخيل زي مثال الشهير عندك مسطره وتضغطها، فالمسطره هتلاقيها ايه ما حصلهاش فيلر ولكن حصل لها اكسسيف ديفورميشنز اوت اوف بلين مش في اتجاه التحميل، فده بيعتبروه انهيار. وانا اتكلم بعد كده ان شاء الله بالتفصيل على الكلام ده. هنسيب دي شويه كده قدام لحد اما نقول لك ازاي يعني دلوقتي الفيلر ازاي بيحصل بالتفصيل، ده لسه بنخش في العلاقات بين الحديد الطولي والكنات والخرسانه نفهم بيحصل ايه. هنا بيشرح لك الماتيريال الفيلير، انت عندك نفس بالظبط فكره السلندر اللي بنختبرها في المعمل، عندك سلندر بتضغطه من فوق ومن تحت بتلاقي
ده يعني هو ده بيشرح الفيلر اللي بيحصل في الخرسانه ديوتو كومبريشن. بتلاقي ان فوق القطاع يعني انت بتضغط كده فديوتو باور سون ريشيو بيبقى القطاع عايز يفتح يمين وشمال، لكن اللي بيحصل ايه ان فوق مقفول هو او ممنوع من الحركه لاترالي بالبليتس اللي بتضغط بيها فما بيتحركش. فتلاقي ان اللي بيحصل له لاترال اكسبانشن هو اللي في النص اكتر لاترال اكسبانشن، في حتى كانوا بيسموها في الماتيريالز بارل شيب، يعني تلاقي ان ده ابعد ده طلع بره وده ممسوك فيبقى يحصل ايه زي كيرف كده. فالانهيار يحصل ازاي؟ يحصل ان يبدا يحصل كراكنج، يعني الانهيار الفعلي بيحصل ان يبدا ان اللاترال اكسبانشن ده بيبقى معاه مصاحبه تنشن عمودي، يعني انت بتضغط كده بيتولد تنشن كده، فالانهيار بيحصل بسبب التنشن اللي اتكون عرضي ده، التنشن جه كده فحصل كراكنج عمودي على التنشن فتلاقي شويه كراكس كده افقيه او راسيه وحصل انهيار. فمفيش فيلير حقيقي ديتو كومبريشن يعني، ولكن هو بيبقى فيلير انت بتضغط فبيحصل تنشن عرضي، فالتنشن العرضي ده هو اللي بيعمل الانهيار. نيجي بقى بالنسبه للتسليح، اول حاجه تعالى نتكلم على العمود اللي هو بتسليح طولي بس من غير تسليح عرضي او اللي هو الكونفاينمنت او الكنات. لو عندك حديد ب اهو، لا هو كمان لا واخدها مش كده، هو خد اول حاجه وزود اي حاجه، وزود كونفاينمنت وزود تسليح عمودي تسليح راسي، فده قطاع خرسانه بس. اما يجي يحصل الاستريسز المتكونه عندك ايه؟ هي النورمال فورس على الكروس سكشنال اريا في كل الحالات، الاستريسز دي بتعمل استريسز على الخرسانه، بيحصل فيلير بالطريقه العاديه خالص زي هنا. تعالى نطلع ستيب فورورد وخليك مركز معايا، انا قلت هنا التنشن كراكس اللي بتتكون دي، انا دلوقتي عايز اخلي العمود يقاوم اللاترال تنشن اللي بيتكون ديوتو بوسون ريشيو، وزي ما قلنا ان الانهيار فعليا بيحصل ديوتو كراكنج اللي بيحصل من التنشن العرضي. فلو بدات احط تسليح في اتجاه التنشن فورس ده هيخليني اجيب كاباستي اعلى، هيخلي الانهيار نظريا يعني يتاخر حدوثه بسبب وجود حاجه بتشيل اللاترال تنشن اللي اتكون. فلو حطيت كنات كده هتشيل التسليح، هتشيل التنشن العرضي، وايه العمود هيفضل متحمل معايا حبه حلوين. تعالى نطلع بقى ستيب اكتر، نبدا مع الكنات نحط حديد طولي. الحديد الطولي مستو ايه لحد اللحظه الحاليه؟ اول حاجه او يعني من غير مش اول حاجه لسه هنتكلم بالتفصيل، لا تعالى بس انا عايز اقول لك يعني الرول الاساسي هنا ان التسليح الطولي بيشتغل في الكومبريشن كويس. فانت لو حطيت تسليح انت تعالى قارن الحديد، احنا عارفين بيشيل في التنشن زي الكومبريشن، فبيشيل اف فيلد والخرسانه بتشيل اف سي يو. اف سي يو بتبقى مثلا 25 30، اف فيلد بتبقى 360 400، شايف فرق الاستريس اللي بيقدر يشيله؟ فلا، فوجود حديد بيقدر يشيل كباستي محترمه جدا مع الخرسانه. طب واحد يسال طب انا ليه بحط الخرسانه؟ بكل بساطه لان هي اولا ارخص، تاني حاجه ان وجود حديد لوحده، وطبعا الناس بتوع الاستريس عارفين الكلام ده، بيبقى مزعج جدا في الديورابيلتي بتاعته، يعني انت ما تسيبه فتره الصدى الدهانات مش عارف ايه والامور دي، وطبعا غير زي ما قلنا التكلفه. فبيبقى دايما بيحطوا حديد مع خرسانه بحيث يقدر يتدي ديورابيلتي كويسه، وبيكومباين هو ال يعني الايكونومي مع الفانكشن. ماشي، يبقى احنا كده قلنا الوظيفه الاساسيه للكنات والوظيفه الاساسيه للتسليح الطولي. طب في وظائف تانيه؟ اه في وظائف تانيه. العمدان في المباني بتتعرض لحاجات زي ما قلنا، في بيجي عليها مومنت صغير بسبب وجود ال مثلا مومنت جاي بسبب الاستراكشر اناليسيس الفعلي، او بس مجرد ان الكاميرا مش جايه مع العمود كونسنتريك، فالترحيله دي بتعمل مومنتس. ففي حاجه هنسميها زي ما نشوف بعد كده حاجه اسمها مينيمم اكسنتريستي ما بناخدهاش في الديزاين، فوجود التسليح ده بيقدر يشيل المومنتس اللي بتيجي من المينيمم اكسنتريستي، بيقدر يشيل المومنتس اللي بتيجي من بعد زي ما نشوف بعد كده ان شاء الله، بس ده مش دلوقتي يعني، اللاترال فورسز اللي بتيجي من الزلازل والرياح، يعني كان ده قطع عليه مومنت مع النورمال اللي جاي، فبنحتاج تسليح عشان يشيل الاستريسز ديو تو او التنسايل ستريسز ديو تو اللاترال لودز. ده مين اللي كده؟ طبعا ممكن نقول عشان كمان نعلق الكنات اللي بنحطها عشان تمنع شويه اللاترال ستريسز اللي بتتكون او التنسايل ستريسز اللاترال، عشان العمود يقدر يجيب كباستي في النورمال اعلى. طب بالنسبه للكنات، الكنات فايدتها ايه تاني؟ اول فايده احنا قلنا عشان تعمل كونفاينمنت للعمود وما يحصلش لاترال اكسبانشن وفيلر ديو تو التنسايل ستريسز دي،
وتاني حاجة عشان زي ما قلنا في لاترال لودز بتبقى موجودة، فده بيؤدي لوجود شير على العمود، فكده انت تشيل معاك شير. حاجة تانية عشان يعني هو والحديد الطولي بيمسكوا بعض، فيبقى يعمل يعني بيعمل الريفورسمنت كيج بتاع العمود. ايه كمان ممكن يكون من فوائد الكنات؟ احنا قلنا انها بتشيل تعمل كونفاينمنت، بتشيل الشير فورس، بتعمل بتقدر تعمل القفص بتاع التسليح عشان تصب العمود ويكون ماسك نفسه. يعني هنا بقى شويه شرح اكتر. بيقول لك بقى دلوقتي ايه، انت دلوقتي لما بتحط كانات كده، ايه اللي بيحصل؟ المنطقه دي والمنطقه دي اللي بين الكانه او عند الكانه بتاكت نفس فكره السلندر اللي محطوطه، ولكن العمود او يعني كان حته ممنوعه من الكونفاينمنت اللي هي بين كل كانه والتانيه، كان دي كده زي البريتس. فيبدا يحصل الفكره اللي كنت بقول عليها دي، ممنوعه من الحركه، وهنا يبدا الاستريس تتكون التنسايل اكتر فوق ممنوع من الحركه، فمفيش ستريسز بتحصل، مفيش اكسبانشن يعني، لكن اكسبانشن بيبقى ماكسيمم في النص، فتلاقي هنا الستريسز ماكسيمم، التنسايل ستريسز العرضيه، فيبدا يحصل كونكريت سبولينج او فيلير يعني لوكال في الخرسانات بين كل كده والتانيه. ده يقول لك ايه؟ انت لو قللت السبيسنج بين الاستربس ده هيخلي العمود يشيل كباستي اعلى. ليه؟ لان انت خليت الحته الانكونفايند اللي مش ممسوكه اقل، فتخلي الفيلير اقل او الكونك او يعني ده طبعا خلي بالك ده مش فيلير صريح، ده بس مجرد لوكال فيلير. فما حصل فيلير هتلاقي الكروس سكشن اللي بيشيل نورمال قل، فتلاقي العمود كباستي بتاعته قلت شويه، فيخلي العمود مش افضل. لكن هنا اما حصل فيلير صغير الكباستي قلت حاجه صغيره، فيفضل شايل معاك لحاجات اكتر قدام. يبقى احنا كده اتكلمنا بالتفصيل عن التسليح بيشتغل ازاي وبيحصل فيلر ازاي وهكذا. طب بالنسبة للباكلينج، الباكلينج ما هو إلا زي ما قلنا عمود طويل بيحصل عليه نورمال فورس زي ما استرب بتضغطها، فبيحصل اكسسيف ديفورميشنز عرضية. وبعد كده هنتكلم بالتفصيل عن ده بيحصل ليه، فبيؤدي إن العمود بيحصل له انهيار ديو تو لاترال ديفورميشنز اللي اتكونت مش بسبب سترينينج اكشنز أصلية، ولكن بسبب إن هو لونج كولوم وحصل له باكلينج، وده بنسميه لونج كولوم. والتاني اللي بيحصلوش فيلر بسبب الباكلينج بنسميه شورت كولوم، اللي هو الكولوم العادي بيحصل فيلر بسبب ماتيريال سكشن فيلر يعني. طبعا بيزد على الكلام اللي احنا قلناه، زي قلنا في الباكلنج اللي المقصود هنا بنسميه جلوبال باكلنج. ليه جلوبال باكلنج؟ لان العمود كله بيحصل له لاترال ديفورميشنز على بعضه، لكن الانهيار العادي بتاع العمود لما العمود بيجي يحصل له انهيار حصل كومبريشن، فكروا زي ما قلنا يعني انت بتضغط بيحصل لاترال اكسبانشن بين الكنات بيكون ماكسيمم بين الكنات، وبيبدا الحته دي تقع. فمن الحته دي تقع الحديد يعني لو جينا نوصل بقى لمراحل متقدمه في الفيلير، الحديد اللي موجود بيتكشف وعند واندر هو اندر كومبريشن، فممكن ده يخليه يحصل له ايه، لوكال باكلنج للتسليح، يعني بيسموه لوكال باكلنج للتسليح لان التسليح بقى مش ممسوك، فبدل ما هو يعني الحديد مش هيحصل له ييلدنج بسبب الكومبريشن، ولكن بسبب ان هو بقى ممبر طويل عليه كومبريشن فيقوم باكل بره العمود فالعمود ينهار، ده بنسميه لوكال باكلنج. طبعا والجلوبال باكلنج اللي هو العمود على بعضه حصل له باكلنج بسبب ان هو لونج كول. طيب عشان الفيديو ما يطولش علينا انا هوقفه هنا، وان شاء الله هيبقى الفيديو يعني ده كده هيبقى الجزء الاولاني من الانترودكشن بتاع الكولومز. هيكون في فيديو تاني بيكمل الليكتشر دي اللي هي بخصوص الانترودكشن بتاع الكولومز وبقى شويه تفاصيل اكتر. احنا كده بس اتكلمنا على الفكره العامه والكومبوننتس المختلفه وبنحطها ليه وبنشكل العمود ازاي وهو والبيهيفير مين اللي يعني ماشي ازاي، لكن لسه ان شاء الله هنكمل حبه اكتر. شكرا والسلام عليكم.